بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم سلام حمزة. الفيديو ده مهم قوي، عايزين نتعلم فيه حاجات شوية كتير، مش عشان حتى لو انت هتعمل الجزمة النوعية دي جزمة على جلد وحلو قوي، لكن في حاجات ممكن تفيدك تاني. يعني ما لا تدركه كله لا تتركه كله، لكن طبعا لو عملت دي كمان هتبقى هايل جدا. اي حد هنا بيشد الجزمة عادي، وانتوا خدنا قبل كده كتير موضوع الشد، بس لو لاحظت هنا الجلد اللي هو فصله ده مش مشطب. من طبعا خد الارتفاع الفوقي اللي ورا وشد اول مسمار قدام وظبط والمسمارين والبطانه مفروده والفوقي والبومبين، كل ده احنا خدناه كتير في فيديوهات تانية كتير. انما هنا او ملحوظه ان هو الجلد ده مش مشطب، الجلد ده لسه عايز تشطيب. فدي اول ميزه او حاجه هيعملها عشان بعد كده لما هيشطب الجلد هيشطبه على القالب وباللي هو عايزه وباللون اللي هو عايزه. يعني لو انت بتعمل حاجه فخمه وشيك وبتاع بتعملها مخصوص بتعمل كده بيبقى ظريف جدا. طيب هنا بيشطب، ادي الاسباغ والالوان اللي عنده اهي. دي طبعا دي مهنه كويسه وصنع كويس، زي الاستوديو مثلا اللي بيقعد يعمل الموبيليا وبتاع، حاجه فنيه قوي. بتجيب الخامات اللي هي بتاعت الدهان او البويات اللي هتتحط على الجلد، وممكن يساعدك فيها بتوع الجلد طبعا، يقول لك ده كده وده كده. وبعدين تبتدي تحط الالوان اللي انت عايزها وتدهن كانك رسام وترسم حته حته في الجزمه عشان تدي لك الانطباع والالوان اللي انت عايزها وهي على القالب واخده كل حاجه. وفي بقى طبعا حاجات تلميع وحاجات تثبيت اللون والكلام ده كله، دي عايزه ايه تسال بتوع المدابر اكتر. الجلد هيقول لك ايه الجلد ده تتعامل معاه ازاي، مكوى بيديله مكوى بقى في الاخر مشطبها وهي لسه ما تكبتش حتى نعل. يعني هنا الطريقه الجديده فيها ان هو مش بيش حتى بيشطبها في الاخر، لا هو بيشطبها بتركب نعل يلمع بقى ويوضبها كده، وهتبتدي بقى يديها الشياكه اللي هو عايزها فيها. تمام، ده نقط من الحاجات المهمه ان انت بتشطب الجزمه وهي على القالب. طيب لو لاحظت تشوف الادوات بقى والالوان والنظافه، حتى هو بيشطب مفيش حاجه وسخه على المكتب ولا على اي حاجه، يعني كل شيء نظيف ومعمول كويس قوي والقالب كويس. حتى لو لاحظت هنا هتلاقي هو حاطط بيدهن بطريقه ربط بيها صباعه او حط له حاجه عشان هو اللي بيدهن بيه، وبقت ايده نظيفه يمسك الجزمه عادي مفيش مشكله خالص. بعد ما عمل عملية الدهانات دي وبتاع هيبتدي بقى يعمل ايه؟ بيقطع النعل الجلد اللي هو هيشتغل بيه. هو عامل حسابه في النعل الجلد ده مش ان هو هيكون عادي زي العاديين، لا ده في جناب طالعه لفوق كده وبيخيطها في الوش، والنعل نفسه حتتين من هنا، شايف حتة دي ودي كده، ده رق خفيف ورق عليه تاني. اللي مزود الرق اللي هو زي ما بيقولوا عليه نص باطس بيحطوه قدام او حاجه زي كده، عشان او نص نعل زي ما كان بيقولوا زمان يحطه، هو حطه من الاول حته، وفي رق خفيف اللي هو اللي هو مطرح مش الرجل اللي انت بتدوس عليه ولا الكعب، فبيحط له حته زياده ليه؟ عشان ده يعني هو التاني كله خفيف، بيجي يركب دي عليه ودي عليه، يبقى الحتتين دول اللي هم عليهم ضغط بيبقوا محتاجين ايه ان هو يستحملوا اكتر، فبيبقى في حاجه حاميهم. انما الجزء اللي هو بيخيطه ده اللي هو التخانه بتاعته معقوله، يعني 2 مللي 2.5 وجلد طبيعي وملينه ملين، وممكن ما يبقاش كمان، ممكن يبقى مش جلد نعل، ممكن يبقى جلد عادي يعني، بس الافضل طبعا يبقى جلد نعل سرعه يعني، ويكون بيبل ويطريه ويعمله طبعا يبقى احسن واحسن. لكن انت عايز تعمله حتى جلد عادي جايز، لان المنطقه دي مش هي اللي بتلمس الارض وانت ماشي، انت خدت بالك الكعب فين ودي فين الحته اللي هو حاطط لها النعل التخين، لكن افضل طبعا صارع اللي هو الجلد اللي بيبقى دباغ نباتي، وبيبقى الحته دي تخانتها رفيعه شويه ومتجهزه لان هي هتتخيط من الجنب زي ما هو بيعمل كده واحده واحده. في نفس الوقت مأمن ايه؟ مأمن المطرح الرجل ما بتمشي، شوف ادي كعب وادي ظن الرجل بتدوس فيه. بعد كده بقى بيجيب فيه عده تانية بيسموها مكانتا ومكوى ومعرفش ايه، بيبتدي يدي النعل ده
اللي هو الصرع ده بقى او الجلد الطبيعي اللي هو تحت، يبتدي يديله بقى ايه بالمكوى الاول يطبعه ويسخنه كويس، والحراره نفسها بتدي الغماء ده في الغمقان ده في الجلد، فبيدي شكل الغمقان اللي انت شايفه ده من الحراره على طول مع الجلد، يعمل كده يعمل حرق خفيف يعني بيديها كده. وطبعا محتاج ان هو يظبط ده كله بدق وفينش بقى هنا، يبتدي بقى يلونه، هنا هيلون الحته دي لوحديها يدي شكل حلو، وهيلون التنين والكعب بشكل حلو. الكعب انتوا عارفين بيركب ازاي، فلسات 1 2 3 وبيسويها في فيديوهات تانية هنكمل فيها ازاي شرح النعل الجلد. في اجيال كتير ما شافتش الكلام ده ابدا قبل كده، لان ده كلام قديم قوي يعني، ايام ما كان لسه لا نعلات جلد نعلات بروتان ولا بتاع، بس طبعا حاجه فخمه جدا كسبه غاليه جدا تعمل بالشكل ده ويدوي وبالنظافه دي وبالمنظر ده. هنا النقطه اللي عايزك تاخد بالك منها برضو، ان اللفه اللي هو عملها فيها دي مش بس منظر، اللفة اللي هو عاملها دي بتدي راحة تامة في الجلد في الرجل. ليه؟ النعل العادي بتاعنا بيبقى له حرف، في حين ان احنا رجلينا عند المينو بتاعنا مش زي القالب اللي فيها لفة، اللفة اللي في رجلينا دي هو اللي بيعملها دلوقتي مع النعل اللي هو حاطه، فبتخلي الجزمة مريحة جدا جدا جدا. الجزمة العادية بتبقى من الجناب النعل تحت المينو بتاع القالب، لما يبقى تحت الميلو بتاع القالب يعني في حتة فاصلة بين الرجل وبعض، هنا مخلي الرجل كأنها حتة واحدة جوه الجزمة. يعني عايزك تتخيل دي او تفكر فيها، هتلاقي دي حاجة مميزة جامدة جدا انك انت تطلع بالنعل او زي ما بتحط فرشة طبية، تلاقي الفرشة الطبية بيعمل لك الجناب عالية كده، يوم يملك الحتة دي بتاعت الرجل، تبقى الرجل مرتاحة. هنا طبعا بسيط بيسمر وبيحط التشطيبات بتاعته بقى والحاجات، بس الفكره نفسها والجزمه نفسها هايله جدا، مش صعبه قوي، هي بس فيها شويه سروجي شويه استنباط برضه مظبوطه، بحيث ان هو يقدر يطلعها كويسه مع التشطيب على القالب. بيخلع من القالب عادي جدا، هيطبع الفرش ويحطه زي ما احنا بنعمل، بس هي متشطبه متشطبه خالص، ما فيش فيها حاجه ناقصاها يعني. هو كده بدا بقى هيبتدي يشطب الفرشه بشوف شكل الجزمة وحلاوتها. الجناب حامية الوش كمان من الجلو حاجة، انت ما بتمشي رجليك تيجي كده تيجي كده، بتسوق عربية وبتعمل ماشي، لا حاجة يعني طبعا فرق تاني خالص، جلد طبيعي كلها ممتازة يعني بصراحة. وبيحرق برضو زي ما احنا بنحرق وبيدي، يعني هي صنعة واحدة بس. الشطارة فين الصناعي بقى؟ الشاطر اللي يعمل لك الكلام الحلو ده وش بيطلع لك الجزمة بالشكل ده، حتة يعني مش عايز اقول ايه، مش عارف، حاجة جميلة جدا جدا، فن رسم والوان وهندسة وذوق وحاجة جميلة يعني بصراحة. يعني مهنة الأحذية دي مهنة جميلة جدا يعني، للي يحبها ويهواها ويتعلمها. ممكن نلاقي صناعية، بعض صناعية موجودين دلوقتي بيعرفوا او شافوا الكلام ده، الكلام ده يعني بقاله اكتر من السبعينات يعني فوق ال 50 سنة 60 سنة ما حدش بيعمل الكلام ده، لما طلعت البروتينات والنعلات الجاهزة الصناعية دي انتهت يعني. لو في منهم حد موجود ده يا ريت نستفيد بيه، يدرب ناس ويعلم ويبقى في أماكن تعليم وتنشئة جيل جديد بيعمل الكلام ده، لأن ده عمره ما هيبطل، دي حاجات جميلة جدا وليها قيمتها. دي جزمة زي دي بتتباع ب$1000 و$2000 يعني، مش يعني ده استثمار كبير ومجمل ربح فيه وقيمه مضافه عاليه جدا، ان انت مهما كان حطيت خامات قد ايه بس عملت شغلت عماله وعملت ايه يعني، وحاجه مطلوبه وحلوه يعني، مش وليها زبون طبعا كتير وتتصدر، وجزمه ليها قيمتها يعني، في ناس متخصصه في الكلام ده بالذات. بصراحه زي ما انتم شايفين الجزمه شكلها عامل ازاي، وهي الشغل اللي فيها مميزاتش كتير عن العادي، شوية فن وشوية ذوق وشوية تظبيط وطريقة دهان تشطيب على التاء، اوفر كمان التشطيب على القالب، لانك انت ما بتجيبش كتير جلد من ده وجلد من ده وترجع بعد كده يبقى عندك ده وعندك ده، مفيش مخزون، هي الخامة وانت بتشتغل ومركز. كمان خلي بالك التركيز، اللي بيعمل جزم زي دي يعمل دي بس ما يعملش حاجة تاني، الوان بس وزباين وبتاع خلاص كفايه عليه، ويعمل منها كميه بسيطه بس بقيمه يعني، تيالي بقى شيء جميل مع الحزام وبتاع. ارجو انكم تكونوا استفدتوا، شكرا ليكم وشكرا للمشاهده. سلام حمزه.